السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حيكم عاصم منصور من شركة أوربكس. في النظر اليومية الأسواق اليوم 30 يونيو 2021، نبدأ بتداولات مؤشر الدولار الأمريكي اللي بيعتبر فيه ترقب حذر لبيانات سوق العمل الأمريكية المقرر صدورها يوم الجمعة في خلال الأسبوع الجاري، ومن المتوقع أن يضيف القطاع الغير الزراعي حوالي 700 ألف وظيفة خلال الشهر الماضي، على أن ترتفع الأجور أيضا بنسبة 14 نقطة مئوية، وتراجع البطالة بشكل طفيف بنسبة 20 نقطة مئوية إلى نسبة 5.6%. ولكن من يفضل أن ترى الأسواق إضافة وظائف أكثر من 800 ألف وظيفة حتى نستطيع القول بأن سوق العمل استعاد زخمه بشكل قوي، ولكن لا بأس بإضافة 700 ألف وظيفة بالنسبة للنظرة الإيجابية للدولار الأمريكي، ولكن إضافة أقل من 500 ألف وظيفة وارتفاع الأجور بنسبة أقل من 20 نقطة مئوية سيكون ذلك إلى نوعا ما سلبي بالنسبة للدولار الأمريكي بنظر إلى سياسات الفدرالي الأمريكي التي يعتمد عليها بشكل كامل في تحديد سياسته النقدية، وقد يؤثر ذلك على توقعاته الأخيرة برفع الفائدة مرتين في عام 2023، ولذلك إضافة أكثر من 500 ألف وظيفة وارتفاع الأجور أكثر من 20 نقطة مئوية واستقرار البطالة أو تراجعها سيكون ذلك سيناريو إيجابي بالنسبة للدولار الأمريكي اللي بيستقر حاليا عند مستويات 92، ومن المتوقع أن نشهد ارتفاعات في حال استقرار التداولات أعلى هذا المستوى بعد صدور البيانات باستهداف المستويات 93.40، وكما نلاحظ على الرسم البياني وعلى الإطار الزمني اليومي على وجه التحديد نجاح الدولار الأمريكي في إعادة الاختبار المتوسط المتحرك يومي 200، الاستقرار عليها يدعم النظرة الإيجابية على المدى الطويل، وتظل النظرة الإيجابية قائمة طالما استقرت التداولات أعلى مستويات 91.50. وبالنسبة لتداولات اليورو دولار والذي سجل تراجعات قوية إلى المستويات الحالية قرابة مستويات 1.1896، تظل أيضا النظرة السلبية قائمة بالنسبة لتداولات اليورو دولار، وشهدنا تصريحات من قبل بعض أعضاء المركز الأوروبي التي يتوقعون فيها تراجع معدلات التضخم خلال العام المقبل، مما يعني تراجع الضغوط على البنك المركزي الأوروبي لسحب التسهيلات، ولذلك من المتوقع أن يبقي البنك المركزي الأوروبي على السياسة التسهيلية لفترة طويلة من الوقت مقارنة بالفيدرالي الأمريكي الذي بدأ يلمح في سحب بعض التسهيلات، ولذلك من المتوقع أن نشهد استمرار تراجعات اليورو دولار خلال الفترة المقبلة. بالنظر إلى الإطار الزمني اليومي فإن مستويات 1.17 هي مستويات مستهدفة على المدى الطويل. وبالنسبة للتداولات أيضا الاسترليني دولار من المتوقع أن نعيد اختبار مستويات الدعم 1.38 ولا شراء إلا في حال الإغلاق الأسبوعي أعلى مستويات 1.40، وفي حال كسر مستويات 1.38 من المتوقع أن يمتد التراجع إلى مستويات 1.3670. وبالنسبة للتداولات الدولار ين يواجه الزوج حاليا مقاومة قوية قرابة المستويات 111، الاستقرار أسفل تلك المستويات يدعم إعادة اختبار خط الاتجاه الصاعد قرابة المستويات 110 في حال ارتداد منها صعودا قد توفر فرصة لبناء تمركزات شرائية على المدى الطويل. وبالنسبة لأسعار الذهب أشرنا إلى أن الذهب بيستعد لتراجعات قوية بالأمس على وسائل التواصل الاجتماعي، وفعلا بالفعل تراجع الذهب إلى مستويات 1750 دولار للأونصة. بالطبع ينتظر أيضا الذهب بيانات سوق العمل الأمريكي والتي قد تحدد الاتجاه المقبل خلال الفترة المقبلة بالنسبة للأسعار على المدى الطويل في حال تحقق السيناريو الإيجابي كما أشرت، من المتوقع أن نستهدف مستويات 1730 ومستويات 1720 دولار للأونصة. ومن ناحية فنية نلاحظ كسر واضح لنطاق التداول العرضي على إطار الزمن 4 ساعات مما يدعم النظرة السلبية، وفي حال شهدنا أي تصحيحات على الجانب الصاعد قد تمتد لاختبار مستويات 1770 دولار أونصة والتي تمثل مستوى مقاومة قوي جدا على المدى القصير، يفضل مراقبته لاستئناف الهبوط مرة أخرى في حال التصحيح الصاعد، وتظل أيضا النظرة الإيجابية قائمة فقط على المدى الطويل وبشرط الإغلاق أعلى مستويات 1800 دولار أونصة، لكن على المدى المتوسط والقصير تظل أيضا النظرة السلبية وتظل كذلك طالما فشل الذهب في اختراق المستويات 1800. وأخيرا بالنسبة لتداولات الداو جونز أشرنا إلى المستويات 34500 تمثل مستويات مقاومة قوية جدا على المدى القصير داخل النطاق العرضي المستهدف بين المستويات 34200 والمستويات 34500، وتتحول في إلى البيع في حال الكسر الواضح للمستويات 34200 وإلى الشراء في حال الكسر الواضح ل 34500. دون ذلك من المتوقع أن نشهد حركة عرضية على المدى القصير حتى صدور بيانات سوق العمل الأمريكية. كانت هذه نظرة سريعة للأسواق، أتمنى لكم بالتوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.